باش نرجعوا على بعض المواضيع. تقريبا احنا مواضيع تحدثنا عليهم لكن نعاودوا نرجعوا عليهم بعد. طبعا في اغري ويكاند نكونوا موجودين في نهايه البرنامج نحكي على مخزون السدود وبعض المواضيع الاخرى، لكن الان في جرين نحكي على دونك الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه لتنميه الذات لانبعاثات الضعيف والصامد لتغير المناخ في افاق 2050. احنا ديما عندنا التاريخ هذا انيس 2050 ديما الاهداف ل 2050 احنا نحسبوا كل احنا نحسبوا ولا شنو ان شاء الله ان شاء الله عندنا تاريخ 2030 و 2050 50 كامور علميه ما قبل تقول لي تقول لي شردوها جرين اكسبريس مع الشجرين خاطر نبداو ديما بسرعه واللي ونزربوا من شهر العباد تفهمنا ونحاولوا احنا نبسطوا المفاهيم. باش نحكيو كما قلت على الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه ذات الانبعاثات الضعيفه والصامده لتغير مناخ في افق 2050. هذيك مسميه امميه ومسميتها وزاره البيئه زاد تاعنا مش هذاك تراوه راهو تيتر الكلمه بحسابها. كما قاعدين نشوفوا في تغير مناخ توا شفنا الجمعه هذه في تونس ولا في عده مناطق اخرى، شفنا في الاسكندريه والجمعه امطار رعديه كبيره برشا، شفنا في تونس الجمعه هذه كيف كيف معناها قاعدين نعيشوا في تغير مناخ في تونس في المنطقه الكل. تذكر الاسبوع اللي فات حكينا قلنا اللي المعهد الوطني للرصد الجوي قال لي في 2050 باش يكون عندنا ارتفاع نتاع درجة الحرارة في تونس من 2.1 حتى 2.4 درجة. في العالم احنا ماك تعرف قاعدين الخدمة الكل باش ما نخلطوش 1.5 هذا حسب اتفاق باريس تاع 2015. آثار كبيرة تغير مناخ قاعدين نعيشوا فيها واللي هي آثار معناها بصفة عامة هي آثار بيئية، تراجع التساقطات خاصة ولا آثار اقتصادية اللي تأثر خاصة على الأمن الغذائي ولا اجتماعية واللي تأثر على البطالة والفقر، وزاد عندها جانب أمني خاطر هذا الكل يجر العباد للهجرة. هنا أنا نذكروا اللي في اتفاق باريس فيه الفصل 4 واللي دعا لإعداد الدول لاستراتيجيات للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة في افق 2050. هذا معناها راهو ناس ملزمين وموقعين عليه ومصدقين عليه المجال النواب نتاع الدول وغيره. هنا في القمه 26 اللي نتاع قمه مناخ اللي صارت في غلاسكو في 2021 امين عام الامم المتحده قضى قرار ودعا الدول باش تعطي الامانه الاتفاقيه الامميه لمات الاتفاقيه الامميه بلوتو بالاستراتيجيات نتاعها قبل القمه 27 اللي صارت في شرم الشيخ. اللهم راكم نعستوا جابوا لنا هالاستراتيجيات اللي تفهمنا فيها. واذا ما يقاش الحياد الكربوني تعرف في 2050 صعيب الحد من ارتفاع الحراره 1.5، يلزمنا معناها الغايه نتاعنا نعملوا حياد كربوني في 2050. وهنا فما برنامج زمني متفق عليه نعرفوا اللي هو في 2020 الدول المطالبه باش تعمل المساهمات المحدده وطنيا كل ان دي سي 1 في واحد عام 2023 تعطي الجرد الاول نتاعها، 2025 ترجع تعطي المساهمات المحدده وطنيا معناها ان دي سي 2، 2028 تعطي الجرد الثاني، 2030 تعطي مساهمات محدده وطنيا ان دي سي 3، ومعناها كان لاحظت هنا يمشيو بالخمس سنين. مش كوب دي مود مره في الاربع سنين هذه مره في الخمس سنين تذكروها تونس. تونس ايش عملت؟ عملت تونس الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه ذات الانبعاثات الضعيفه والصامده لتغير المناخ. وشنو اللي فيها؟ احنا كان نشوفوها نلقاو فيها ثلاثه عناصر مهمين. الحاجه الاولى فيها رؤيه 2050 معناها الفيزيون على المستوى الوطني. فيها حاجتين، فيها في مجال معناها الرؤيه في مجال التنميه ذات الانبعاثات الكربونيه الضعيفه، وفيها الرؤيه في مجال التنميه الصامده للتغيرات المناخيه. دونك نقص معناها نشوف كل ما هو انبعاثات وكل ما هو صمود بالملخص الهدر. الحاجه الثانيه ما قلنا ثلاث عناصر، العنصر الثاني هو الترجمه القطاعيه معناها هذا كل كيفاش نعديوه ونخدموا عليه في القطاعات، والحاجه الثالثه هي شنو هي الاولويات الافقيه. دونك واضح قاعد نبسط راهو هو دوكيمون كبير برشا مشكوره وزاره البيئه مدتنا به ما تنبسطوه وان شاء الله نرجع عليه طبعا بتفاصيل في حصص قادمه. هات ناخذوا فكره على الانبعاثات الوطنيه الغازات الدافئه. تو في تونس عندنا الزرات نتاعنا عندنا 48 مليون طن مكافأة ثاني اكسيد الكربون
مكافئ سي او 2 يحسبوها كيفالون ايكيفالون سي او 2 هذا حسب جرد 2020 ومنين هذوما 48 مليون كيفاش يجيو؟ فيهم 58% جايه من الطاق نستعمل الطاق و22% جايه مجموعه كامله مع بعضها اللي هي الفلاحه والغابات واستخدام الاراضي و12% جايه من الاساليب الصناعيه و8% جايه من النفايات. والمتوقع باش نوصلوا ولا باش توصل الانبعاثات نتاعنا ل 94 مليون طن مكافئ سي او 2 عام 2050 معناها باش تضاعف تضرب في اثنين. هنا نعطيك فكره على عناصر الرؤيه، عناصر الرؤيه كان نلخصوهم نلقاهم خمسه نقاط. الحاجه الاولى تنميه اقتصاديه جديده مستدامه وعندها محتوى تكنولوجي وعندها قدره تنافسيه. الحاجه الثانيه تحول طاقي. الحاجه الثالثه انشطه صناعيه مستدامه تحافظ على الصحه والبيئه. اربعه امن غذائي مستدام. وخمسه المحافظه على البيئه والصحه خاصه بالاعتماد على الاقتصاد الدائري. حكينا الجمعه الاخرى على البلاستيك وان شاء الله تنزيدوا نرجعوا نحكيوا على البلاستيك وعلى الاقتصاد الدائري بصفه عامه. هنا نعطيك كيفاش مقسمه ولا كيفاش يشوفوا معناها مساهمات القطاعات لتخفيف الانحياز الكربوني. هذا في سيناريو طموح. الطاقه 59%، الفلاحه والغابات واستخدام الاراضي 25%، الاساليب الصناعيه 10%، النفايات 6%. نعطيك فكره على حجم انبعاثات الغازات الدفيئه كما الفلاحه مثلا والغابات واستخدام الاراضي حاليا الانبعاثات نتاعها هي 11 مليون طن مكافئ سي او 2 في العام، والفلاحه تنجم تمتص الغازات الدفيئه وعندها حصيله سلبيه بين الاصدارات والامتصاص ب 1.2 مليون طن مكافئ سي او 2 عام 2020. دونك من غير ما عندناش برشا وقت. فما مكونه هامه برشا اللي هي الصمود وموجبات تغير المناخ. هنا يقول لكم ارتفاع بين 1.6 و 1.9 درجة بالمقارنة مع الفترة 1981-2010. مناطق الجنوب في تونس تنجم تكون فيها ارتفاعات درجة الحرارة وتراجع التساقطات حسب السيناريوهات والمناطق الجمهورية. كل الطبقات المناخية باش تبدل باش نلقاو كل ما هو منطقة رطبة وشبه رطبة باش تنحصر في الشمال الغربي. واضح. دونك هذايا باش نفهموا في الرؤيه نتاع الصمود شنو نلقاو؟ تونس قادره على الصمود والتاقلم مع اثار تغير المناخ والحد من الهشاشه، تعزيز قدرات التاقلم نتاع العباد والاقتصاد والنظم الايكولوجيه والفلاحيه. هنا نختم بهم تم معناها الرؤيه هذه نتاع الصمود فيها سته محاور قطاعيه اللي هما الفلاحه، الموارد المائيه، الصيد البحري، الشريط الساحلي، السياحه والصحه، وفيها اربع محاور افقيه اللي هما تعزيز الاطار المؤسساتي، البحث العلمي والتطوير، حاجه هامه برشا، التمويل، عنصر زاد هام برشا، وتنميه الفئات والمناطق. واضح. نحاولوا احنا طبعا نرجعوا على المحاور هذوما في الجماعات الجايه، انيس، ونحكيوا على الموضوع هذا باكثر تفاصيل. شكرا لك انيس، نتلاقاو في نهايه البرنامج في اغري ويكاند، وين طبعا باش نحكيوا على مخزون السدود وجديد مخزون السدود وبعض مواضيع اخرى بعد اخبار التسعه ونص. لكن قبل مازلنا مواصلين معاكم في الساعه الثانيه لزينترفيو ويكاند، وما قبل كيف كيف فقرتنا جديده كونستخويزون انسومبل. اليوم باش نحكيوا على ثروزيام اديسيون دو ستارت اب بوستر اللي تنظمها لو سنتر دافير دو سفاكس. هذا الكل على موجات راديو اكسبريس اف ام.